السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من مادة التأمينات الأشخاص، ودي الحلقة الثانية من مادة تأمينات الأشخاص. لو احنا فاكرين الحلقة اللي فاتت أخدنا إيه، قلنا إن احنا أخدنا في الوحدة الأولى اللي هي أساسيات التأمين على الأشخاص، وقلنا إن الوحدة دي بتتكون من 4 أجزاء. الجزء الأولاني بيتكلم عن أخطار الحياة، وأخطار الحياة اتكلمنا عنها وقلنا إن هما خطرين، اللي هو أول حاجة فقد مصدر الدخل، إن أنا أفقد مصدر الدخل. طب وتاني حاجة اللي هو انخفاض الدخل. دي كانت أخطار الحياة. اتكلمنا بعد كده عن الأخطار اللي بتهدد ذو الدخل، وقلنا إن الأخطار اللي بتهدد ذو الدخل قلنا إن هما 4. أول حاجة الوفاة، الوفاة المبكر. طب وتاني حاجة من الأخطار اللي بتهدد سوق الدخل العجز، العجز نتيجة إصابة أو حادث. تالت حاجة من الأخطار اللي بتهدد سوق الدخل اللي هو الشيخوخة، وآخر حاجة اللي هو طول العمر حتى نفاذ المال. طول العمر حتى نفاذ الإيه؟ المال. واتكلمنا عن أنواع وثائق التأمين، وقلنا ان انواع وثائق التأمين هم نوعين. النوع الاولاني اللي هو وثيقة التأمين على الممتلكات، والنوع الثاني وثيقة التأمين على الاشخاص. واحنا طبعا زي ما احنا بنتكلم عن مادة اللي هي تأمينات الاشخاص، يبقى هو النوع بتاعنا اللي هو الاشخاص، ان احنا بنتكلم على الاشخاص الافراد يعني. طيب تأمين وثائق التأمين على الأشخاص بتتكون من نوعين، اللي هو وثائق تأمين فردي ووثائق تأمين جماعي. الوثائق التأمين الفردي بتنقسم إلى نوعين، النوع اللي هو وثيقة تأمين شعبي ووثيقة التأمين العادية، وده اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت. وقلنا إن وثائق التأمين العادية بتنقسم إلى 3 حاجات. إيه هما الـ3 حاجات؟ شطار أنا سامعاكم بتقولولي إن هما 3، اللي هي إيه؟ اللي هي وثيقة التأمين على الحياة، وثيقة التأمين على الوفاة، والوثائق المختلطة. طيب وكلمنا عن إن الوثائق اللي هي أو الخسائر، الوثائق اللي بتغطي الخسائر على الحياة، قلنا ان هما وثيقتين اللي هي الوقفية البحتة ودفعات الحياة. واتكلمنا بردك على اللي هي الوثائق اللي هي بتغطي الخسائر الناتجة على الوفاة، وقلنا ان هما وثيقتين، اللي هي ايه هي الوثيقتين؟ اللي هي الوثيقة المؤقتة والوثيقة التانية اللي هي دفعات او مدى الحياة. وبعد كده اتكلمنا على أسس شراء التأمين، واتكلمنا على طرق اللي هو شراء التأمين. أنا عندي طرق شراء التأمين، أنا عندي هما كام؟ 5. اللي هما ايه الخمسة دول؟ اللي هي الطريقة النقدية للإنسان، تاني طريقة اللي هي الطريقة الرأسمالية للإنسان، الطريقة الثالثة اللي هي الاقتصادية، القيمة الاقتصادية للإنسان، ورابع طريقة اللي هي القيمة التأمينية، وآخر حاجة اللي هي طريقة الاحتياجات. لو احنا جينا مع بعض ونشوفها على الشاشة، ان احنا اللي هو بيتحدد مبلغ التأمين المناسب ضد خطر الوفاة بعدة طرق، منها أول حاجة اللي هي القيمة النقدية للإنسان، تاني طريقة اللي هي القيمة الرأسمالية للإنسان، تالت طريقة القيمة الاقتصادية للإنسان، ورابع طريقة القيمة التأمينية، وآخر حاجة اللي هي طريقة الاحتياجات. طبعا هناخد كل طريقة بالتفصيل. يبقى أول طريقة عشان أقدر إن أنا أحدد مبلغ التأمين اللي هي القيمة النقدية لحياة الإنسان. هنا القيمة النقدية بيقصد بها هي القيمة الحالية لدخول المتوقع أن يحصل عليه المؤمن عليه أو المؤمن على حياته طول مدة حياته حتى تاريخ الوفاة. طب أنا بحسب القيمة النقدية للإنسان على أساس إيجاد القيمة الحالية للدخول المتوقع أن يحققها المؤمن عليه مستقبلا، وإن هنا الطريقة دي بتستخدم هذه الطريقة إجمالي دخل المؤمن، إجمالي دخل الإيه؟ المؤمن. يبقى أنا عندي هنا في الطريقة النقدية، الطريقة النقدية دي أنا بحسب عليها اللي هو إجمالي الدخل،
طب لو انا جالي، يبقى هنا لازم نعرف ان هنا القيمة النقدية للانسان، القيمة النقدية للانسان هي باخد ايه؟ بحسب اجمالي دخل الفرد، اجمالي دخل الايه؟ الفرد. طب لو هنا جالك في صح وخطأ وقال لك ان القيمة النقدية للانسان بتحسب على اساس صافي دخل الاسرة او صافي دخل الفرد، هل دي الجملة دي هتكون صحيحة ولا خاطئة؟ طبعا دي خاطئة، لان احنا قلنا ان انا بحسب اجمالي الدخل في الطريقة الايه؟ الطريقة النقدية. لو احنا شفنا هنا اللي هو السؤال اللي هيجي على الجزئية دي، اللي هو بتستخدم طريقة القيمة النقدية للإنسان صافي دخل المؤمن عليه في التأمين ضد خطر الوفاة. طبعا هنا احنا قلنا ان القيمة النقدية دي انا بحسب صافي، هل بحسب صافي ولا اجمالي؟ لا هو اجمالي، يبقى هنا الاجابة دي خاطئة لان هو كاتب لي صافي، يبقى هنا المفروض ان هي تكون اجمالي دخل المؤمن عليه. الطريقة التانية اللي هي القيمة الرأسمالية للانسان، وبتعتمد على الدخل الذي يخص الأسرة بعد استبعاد نفقات العائل من إجمالي الدخل، وبيتحدد مبلغ التأمين المناسب في ضوء هذه الطريقة على أساس إيجاد القيمة الحالية لدفعة مؤكدة الإيه؟ مؤكدة الدفع. يبقى هنا القيمة الرأسمالية هي بتختلف عن القيمة النقدية. لو احنا شايفين ان القيمة النقدية انا بحسبها على اساس ايه؟ اجمالي الدخل الفرد او اجمالي دخل المؤمن عليه. طيب هنا في القيمة الرأسمالية انا بحسب الدخل بس بعد ما بستبعد الايه؟ النفقات الشخصية. يبقى انا باخد من بحسب اللي هي القيمة بس بعد ما بستبعد الايه؟ النفقات الايه؟ النفقات الشخصية. يبقى هنا النقدية دي انا بحسب ايه؟ اجمالي الدخل. اما في الرأسمالية انا بحسب الاجمالي بس بعد ما بستبعد الايه؟ النفقات الشخصية. طب هنا لو جالي فيها سؤال في الجزئية دي، دايما انا بجيب لكم الاجزاء وبشوف هي طريقة الاسئلة بيجي لك في الامتحان شكلها ايه. هيجي لك هنا ممكن صح وخطأ، ممكن اكمل. طيب لو احنا شفنا هنا مع بعض هيجي لك اكمل، اللي هي بتعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للانسان في التأمين على تحديد مدة ايه؟ بمدة تساوي مدة توقع حياة مين؟ احنا اتفقنا ان هنا بتعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للانسان في تحديد مدة ايه؟ دفعة المعيش. بمدة تساوي مدة توقع حياة العائل، اللي هو الشخص اللي هو العائل، فهنا بحسب المدة اللي هي دفعة المعيش ومدة توقع الحياة اللي هو الايه؟ العائل. ممكن يجي في الجزء اللي احنا برده في القيمة الرأسمالية صح وخطأ، اللي هي ايه؟ اللي هي بتعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للإنسان على الدخل الذي يخص الأسرة بعد طرح نصيب العائل من إجمالي الدخل. هنا الإجابة دي هتكون ايه؟ هتكون صحيحة، لأن احنا قلنا ان القيمة الرأسمالية للإنسان على الدخل ان انا بحسب اللي هو الدخل بس بعد ما بطرح الايه؟ اللي هو الحاجات الشخصية للشخص او للعائل. طب الطريقة الثالثة لو شطارها هتقولولي اللي هي القيمة الايه؟ القيمة الاقتصادية للإنسان. وهنا القيمة الاقتصادية للإنسان بتعتمد على دخل الأسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية للعائل أو مصدر الدخل والضرائب على الدخل. كما إن هي بتعتمد على مدة الحياة الإنتاجية، أو اللي هي الحياة الإنتاجية للإيه؟ للفرد أو العائل، وليس توقع الحياة المحسوبة طبقا لجدول الحياة الإيه؟ المستخدم. يبقى هنا في القيمة الاقتصادية للإنسان أنا بحسب أو بعتمد على دخل الأسرة بس بعد استبعاد النفقات الشخصية ومصدر الدخل أو والضرائب على الدخل. يبقى هنا لازم ان احنا نفرق اهو بين الثلاث طرق. احنا خدنا اللي هي الطريقة النقدية والطريقة الرأسمالية والطريقة الاقتصادية. قلنا ان الطريقة النقدية، احنا بنعيد مع بعض اهو، ان الطريقة النقدية انا بحسب الايه؟ اجمالي الدخل كله، دي في القيمة الايه؟ النقدية. طب في القيمة اللي هي الرأسمالية
باخد الدخل بس بعد استبعاد النفقات الشخصية، بعد ما بستبعد النفقات الشخصية بتاع دخل الأسرة كله. طيب في القيمة الاقتصادية هنا باخد برضك ايه؟ باخد دخل الأسرة بس بعد استبعاد النفقات الشخصية وزيادة عليها الايه؟ الضرائب. بزود عليها الضرائب اللي هي زي القيمة الرأسمالية، الاتنين زي بعض، بس في الاقتصادية انا بزود فيها الضرائب، بزود فيها الايه؟ الضرائب. يبقى هنا في القيمة النقدية هو إجمالي الدخل، في القيمة الرأسمالية إجمالي الدخل بس بستبعد فيها اللي هو النفقات الشخصية. في اللي هو القيمة بقى الاقتصادية أنا هنا باخد إجمالي الدخل بس بعد استبعاد النفقات الشخصية والضرائب والإيه والضرائب. طب هنا في القيمة الاقتصادية ممكن يجيلك فيها إيه؟ سؤال إيه؟ ممكن يجي صح وخطأ لو إحنا شفنا مع بعض هنا، أو أكمل اللي هو أكمل العبارة الآتية: بتعتمد طريقة الإيه للإنسان على دخل الأسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية والضرائب. احنا قلنا ان انا لو انا استبعدت النفقات الشخصية والضرائب هي القيمة الايه؟ القيمة الاقتصادية. طب هنا النفقات الشخصية لمين؟ للعائل. يبقى هنا طريقة القيمة الاقتصادية للإنسان على دخل الأسرة بعد استبعاد نفقات الايه؟ الشخصية للعائل، او مصدر الدخل والضرائب على الدخل. الطريقة الرابعة اللي هي القيمة التأمينية. الطريقة أو القيمة التأمينية بتحسب القيمة التأمينية على أساس كل من القيمة الحالية للدخول المتوقع حصول الأسرة عليه أثناء الحياة الإنتاجية للعائل بعد خصم، يعني أنا بخصم القيمة الحالية للدخول المتوقع فقدانه. يبقى أنا بحسب القيمة الحالية للدخل المتوقع ناقص اللي هو القيمة الحالية للدخل المتوقع فقدانه في حالة وفاة العائل. بشوف القيمة الحالية في القيمة التأمينية بحسبها ازاي؟ بشوف القيمة الحالية للدخول المتوقع حصول الأسرة عليه أثناء الحياة الإنتاجية للعائل لو الشخص ده بيشتغل، بطرح منه القيمة الحالية للدخول المتوقع فقدانه في حالة وفاة الايه؟ العائل. هنا القيمة التأمينية ملحوظة هامة ليها في طريقة القيمة التأمينية: في حالة بقاء العائل على قيد الحياة حتى بلوغ سن التقاعد، يعني أنا لو هنا الشخص ده فضل على قيد الحياة حتى بلوغ سن التقاعد فلن تحصل الأسرة على أي مزايا من شراء هذا التأمين، لأن هي بتعتمد فقط على تعويض الأسرة على الدخول المفقودة إذا توفى عائلها قبل سن التقاعد فقط. وهنا بيعرف ان هو بتأمين دخل الايه؟ دخل الأسرة. يبقى هنا القيمة التأمينية زي ما احنا قلنا كده مع بعض، ان القيمة التأمينية دي بتبقى عاملة ازاي؟ ان انا بحسبها ازاي؟ بشوف القيمة الحالية المتوقع حصول الأسرة عليه لو الشخص ده فضل على قيد الحياة ناقص القيمة الحالية المتوقع حصوله لو الشخص ده توفى، بطرح الاتنين عشان اقدر اطلع القيمة التأمينية. طب انا هنا القيمة التأمينية ده انا الشخص ده جه امن عندي في شركة التأمين، هنا مأمن هو بيأمن قبل، لو هو توفى قبل سن التقاعد اللي هو سن 60 سنة، لو هو توفى قبل السن ده هنا الأسرة بتاعته أو المستفيدين بياخدوا مبلغ التأمين بتاعه. طب لو هنا في اللي هو القيمة التأمينية الشخص ده فضل على قيد الحياة لحد سن 60 أو سن التقاعد، فاضل إن هو على قيد الحياة، هل كده شركة التأمين هتديله مبلغ التأمين أو هتديله المبلغ التأمين اللي هو متفق فيه في الوثيقة؟ لا، لأن هنا قلنا إن مبلغ أو القيمة التأمينية أنا محدد في الوثيقة إن الشخص ده لو فضل على قيد الحياة، لو فضل على قيد الحياة هو كده مش هياخد مبلغ التأمين. طب لو الفرد ده اللي هو متأمن عليه توفى قبل سن التقاعد، هنا كده شركة التأمين هتدي للورثة أو هتدي للمستفيد مبلغ الإيه؟ مبلغ التأمين. طب هنا الجزئية دي في القيمة التأمينية هل ليها أسئلة بتيجي فيها؟ اه طبعا بيجي فيها. طب ايه هي الأسئلة اللي بتيجي فيها؟ هيجي صح وخطأ،
اللي هو ايه، بتتميز طريقة القيمة الاقتصادية للإنسان بأنها بترشد المؤمن له، إن هنا القيمة الاقتصادية بترشد المؤمن له إلى نوع الوثيقة الواجب شرائها. هي القيمة الاقتصادية أو طريقة القيمة الاقتصادية للإنسان هي اللي بترشد المؤمن له إلى نوع الوثيقة؟ لا طبعا. أمال مين اللي بترشد للمؤمن له على نوع الوثيقة الواجب شرائها؟ هي القيمة التأمينية. يبقى هنا الإجابة دي خاطئة، وهتكون القيمة الإيه؟ التأمينية. طيب هل ممكن نيجي هنا بردك أو بعد كده الطريقة الأخيرة اللي هي طريقة الاحتياجات؟ هنا طريقة الاحتياجات بيشترط تأمين على الحياة لمواجهة حاجات معينة، يعني شراء مبلغ تأمين يساوي الفرق بين المبالغ المطلوبة لمواجهة حاجات معينة والأموال المتاحة لمواجهة تلك الإيه؟ تلك الحاجات. طبعا هنا بحدد مبلغ التأمين بهذه الطريقة، يجب تحديد الأهداف والاحتياجات المالية للأسرة في حالة وفاة أو عجز العائل. يبقى أنا بحدد مبلغ التأمين الأول عن طريق إيه؟ إن أنا لازم أحدد الأهداف والاحتياجات المالية للأسرة في حالة وفاة أو عجز العائل. هنا طريقة الاحتياجات دي فيها قانون. طب القانون بتاعه إيه هو؟ عشان أحسب مبلغ التأمين الواجب شراؤه، إن أنا بشوف الحاجات المالية للأسرة ناقص، بطرح بقى. طب بطرح إيه؟ بطرح الأصول المتاحة لمواجهة تلك الاحتياجات. يبقى هنا عشان أطلع مبلغ التأمين في طريقة الاحتياجات، هنا بعمل بشوف إيه الحاجات المالية للأسرة ناقص الأصول المتاحة لمواجهة تلك الإيه؟ تلك الاحتياجات. طب احنا كده عرفنا الطرق اللي هو تحديد مبلغ التأمين، طرق تحديد مبلغ التأمين، واتكلمنا ان هم كام. شطار، انا سامعاكم بتقولون ان هم 5. طب ايه هم الخمسة دول؟ الطريقة النقدية للإنسان، الطريقة الرأسمالية للإنسان، الطريقة الاقتصادية للإنسان او القيمة الاقتصادية للإنسان، رابع حاجة قلنا ان هي القيمة التأمينية، واخر حاجة اللي هي طريقة الاحتياجات. طب احنا شرحناهم بالاستفسار وشرحناهم باستفاضة طبعا، وقلنا بيجي فيهم شكل الامتحان عامل ازاي. طب انا عملته لكم على شكل جدول كده زي مقارنة بين اربع حاجات اللي هم ايه، اربع طرق، اللي هي الطريقة النقدية والطريقة الاقتصادية والطريقة الرأسمالية والقيمة التأمينية. طب نيجي نشوف مع بعض اللي هو المقارنة او الفرق بين الاربع طرق دول. هنا لو احنا شفنا هو على الشاشة القيمة النقدية للانسان بالنسبة لدخل المستخدم، في القيمة النقدية للإنسان هو بحسب إجمالي دخل الأسرة. طب في القيمة الرأسمالية، أنا بحسب في الدخل المستخدم بحسب إجمالي الدخل بعد استبعاد نفقات العائل. طب في القيمة الاقتصادية، أنا بحسب إجمالي الدخل بعد استبعاد، هستبعد إيه؟ نفقات العائل والضرائب. أما في القيمة التأمينية، هي القيمة الحالية للدخول المتوقع واستبعاد القيمة الحالية للدخول المتوقع ايه؟ فقدان. احنا قلنا ان انا بطرح القيمة الحالية للدخول المتوقع ناقص القيمة الحالية للدخول المتوقع ايه؟ فقدان. طب بالنسبة هنا، يبقى هنا في دخل المستخدم، في دخل المستخدم في الاربعة قلنا في الاولى النقدية انا بحسب الاجمالي، في الثانية اللي هي الرأسمالية إجمالي الدخل بعد استبعاد النفقات، القيمة الاقتصادية إجمالي الدخل بعد استبعاد نفقات العائل والضرائب، آخر حاجة اللي هي القيمة التأمينية، أنا بحسب القيمة الحالية وبستبعد أو بطرح منه القيمة الحالية للدخل المتوقع إيه؟ فقدان. طب من وجه المقارنة اللي هي مدة دفعة المعاش، المدة بقى انا عندي في القيمة النقدية للانسان هي مدى حياة العائل، لو الفرد ده فضل على قيد الحياة هنا هدفع دفعات المعيش. طب هنا القيمة الرأسمالية مدة توقع حياة العائل، انا متوقع ان الشخص ده هيعيش قد ايه.
هنا القيمة الاقتصادية هي مدة حياة الحياة الإنتاجية للعائل. أنا بحسب الحياة الإنتاجية الشخص ده هيقدر يشتغل مدة قد إيه. أما في القيمة التأمينية هي من تاريخ شراء حتى التقاعد. القيمة التأمينية أنا بعمل الوثيقة بتاريخ كذا وحتى التقاعد. طب نوع الدفعات المعاش في القيمة النقدية للإنسان هي دفعات أو دفعة احتمالية. أما في القيمة الرأسمالية هي دفعة مؤكدة، يعني هنا ده مؤكدة الدفع، فضل على قيد الحياة أو توفى هي مؤكدة الإيه الدفع. أما في القيمة الاقتصادية برضك مؤكدة الدفع، هنا القيمة النقدية والقيمة التأمينية هي احتمالية، اللي هي دفعات احتمالية إن أنا ممكن إن أنا أدفعها أو لا. دي كانت المقارنة بين الأربع طرق لمبلغ التأمين، إن أنا أحدد فيها مبلغ التأمين. هنيجي بعد كده اللي هي أنواع وطرق بيع التأمين على الحياة التجاري. طرق بيع التأمين على الحياة الجماعي أو الحياة التجاري أنا عندي كام نوع؟ هما 5. طب إيه هما الخمسة دول؟ اللي هو أول حاجة التأمين على الحياة العادي، تاني حاجة التأمين على الحياة الجماعي، تالت حاجة التأمين على الحياة الشعبي، رابع حاجة التأمين متناهي الصغر، وآخر حاجة اللي هو التأمين التكافلي. يبقى هنا الطرق بيع التأمين قلنا إن هما كام؟ إن هما 5. الخمسة دول أول طريق، أول نوع اللي هو التأمين على الحياة العادي. طب من هنا من اسمه كده العادي، يبقى أنا بأمن على فرد واحد، شخص واحد. طب التاني، النوع التاني اللي هو التأمين على الحياة الجماعي، والتأمين على الحياة الجماعي اللي هو بعمل بأمن على مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأشخاص لازم هنا تربطهم علاقة عمل. النوع التالت اللي هو التأمين الشعبي، التأمين الشعبي ده بيخص الطبقة الفقيرة. وبعد كده النوع الرابع اللي هو متناهي الصغر، واخر حاجة اللي هو التأمين التكافلي. والتأمين التكافلي ده احنا هناخده في الترم التاني بالتفصيل، وهل التأمين التكافلي ده كان موجود امتى او بدايته امتى؟ ده كان موجود ساعة المصريين القدماء في التأمين التكافلي، اثناء ان هم كانوا في جمعيات ان احنا بعمل التكفين او اللي هو المدافن، فكانوا بيعملوا جمعيات في التأمين التكافلي. طب هنيجي هنا بقى مع بعض، احنا قلنا اللي هي طرق تحديد او طرق بيع التأمين، وقلنا ان هم 5. هناخد اول نوع اللي هو التأمين على الحياة العادي. طب والتأمين على الحياة العادي اللي سائلينه ان هو يكون فرد واحد، ان انا بيأمن على وثيقة التأمين على شخص واحد. طب لو احنا شفنا هنا على الشاشة اللي هو التأمين على الحياة العادي، هي وثائق التأمين الفردية التي يشتريها العملاء من شركات التأمين لسد حاجات تأمينية معينة مقابل دفع الأقساط المطلوبة. يبقى هنا التأمين على الحياة العادي زي ما احنا قلنا ان التأمين على الحياة العادي هي بتكون من ضمن الوثائق التأمين الفردي. هنا بيحصل ايه؟ ان هنا المؤمن له بيروح لشركة التأمين اللي هي المؤمن، بيدفع اقساط مقابل ان هو لو حصل اي خسارة او اي خطر، هنا شركة التأمين تقدر ان هي تدي مبلغ التأمين. يبقى انا لازم المؤمن له يدفع الاقساط لشركة التأمين اللي هي المؤمن، علشان تقدر ان شركة التأمين لو حصل اي خطر، حصل وفاة، حصل عجز، على حسب انت الوثيقة دي معمول على اساس ايه، فتبدا شركه التامين لو حصل الخطر ده وانت بتدفع الاقساط، يبقى شركه التامين هتقدر ان هي تدي مبلغ التامين. خلي بالكم ان انا مش بقول في تامينات الاشخاص تعويض، لان هنا انا مش بعوض، ما اقدرش ان انا اعوض شخص. انا بعمل ان هي شركه التامين او الاشخاص، تامينات الاشخاص هي حمايه تامينيه، الهدف منها حمايه تامينيه،
ان انا بعمل حمايه تامينيه، ان انا لو حصل ده خطر او حصل خساره او حصل عجز، شركه التامين تدي مبلغ التامين علشان بعمل حمايه تامينيه للشخص ده. لو الشخص ده توفى يبقى هنا الاسره الموجوده هي او المستفيدين يقدروا ان هم ياخدوا مبلغ التامين. تمام كده؟ طيب يبقى هنا التأمين على الحياة الفردي. طب لو أنا جبت هنا ليه صح وخطأ، أو سؤال بيجي على الجزئية ده، هل هنا بيجي فيه إيه؟ هو بيجي فيه مثلا أكمل. طب أكمل إيه؟ اللي هو التأمين على الحياة العادي. لو احنا شفنا أهو التأمين على الحياة العادي يعبر عن وثائق التأمين على الحياة الإيه؟ على الحياة الفردية التي يشتريها العملاء من شركات التأمين لسد حاجات تأمينية مقابل ايه؟ لازم مقابل دفع الاقساط الايه المطلوبة. لازم الاقساط المطلوبة تكون مدفوعة. النوع الثاني اللي هو التأمين على الحياة الجماعي، هو نوع من انواع التأمين على الحياة التي تقدم حماية تأمينية. ان انا بقدم اهو حماية تأمينية لمجموعة من الافراد تكونت لغرض او هدف معين بخلاف حصولهم على التامين. وزي ما احنا اتفقنا اللي هو التامين على الحياه الجماعي، من اسمها كده التامين على الحياه الجماعي، يبقى هنا مجموعه من الافراد. مجموعه من الايه؟ من الافراد. لازم المجموعه دي تربطهم علاقه عمل. ما ينفعش ان شركه التامين مجموعه كده يروحوا لشركه التامين ويقولوا احنا عاوزين وثيقه التامين على الحياه الجماعي. هل شركة التأمين لو هما مش شغالين مع بعض أو مش تربطهم علاقة عمل، شركة التأمين هتوافق؟ لا مش هتوافق طبعا، لأن احنا متفقين إن هنا وثيقة التأمين على الحياة الجماعي لازم يكونوا مجموعة، ما ينفعش هو يكون فرد واحد، لا لازم يكونوا مجموعة. طب والمجموعة دي لازم ايه؟ لازم تربطهم علاقة عمل. لازم تربطهم علاقة ايه؟ علاقة عمل، عشان تقدر كده ان شركة التأمين تعمل الوثيقة اللي هي التأمين على الحياة الجماعية. طب هنا الجزء ده، وطبعا هنا التأمين على الحياة الجماعية هي جزء هي تخص الوثائق التأمين على الايه؟ على الحياة. طب هنا الجزء ده هل هنا ممكن يجي عليه سؤال اللي هو اكمل العبارة الاتية، التأمين على الحياة الجماعية هو نوع من انواع التأمين على الحياة التي تقدم حماية نقط لمجموعة من الأفراد وتكونت لغرض نقط بخلاف حصولهم على التأمين. شطارة، أنا سامعاكم بتقولون إن أنا بيقدم حماية إيه؟ تأمينية. أنا بعمل حماية تأمينية لمجموعة من الأفراد وتكونت لغرض إيه؟ لغرض معين بخلاف حصولهم على الإيه؟ على التأمين. ممكن يجي بردك صح وخطأ، اللي هو التأمين على الحياة الجماعي يقدم حماية تأمينية لمجموعة من الأفراد ويشترى بواسطة المقرض. دي صح ولا خطأ؟ احنا اتفقنا ان هنا بيقدم حماية تأمينية لمجموعة من الأفراد، يبقى هنا الإجابة دي هتكون ايه؟ هتكون صحيحة. طيب النوع الثالث اللي هو التأمين على الحياة الشعبي، والتأمين على الحياة الشعبي هو نوع من أنواع التأمين الفردي التي يشترى بمبالغ تأمين صغيرة نسبيا. يبقى هنا التأمين على الحياة الشعبي هنا بيكون من نوع من أنواع التأمين الفردي، وهنا بيشترى بمبالغ تأمين صغيرة ايه؟ صغيرة نسبيا. ممكن يجي فيها صح، اكتب المصطلح التأمين، هو نوع من انواع التأمين على الحياة الفرد وبيشترى بمبالغ صغيرة نسبيا للتأمين على حياة الطبقة العاملة. دي هتكون مين؟ هو بيقولك نوع من انواع التأمين على الحياة الفرد وبيشترى بمبالغ صغيرة نسبيا، يبقى هو ده ايه؟ اللي هو الشعبي، التأمين على الحياة الشعبي. النوع الرابع اللي هو التأمين متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر هو نوع حديث من التأمين يهدف إلى إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة.
يبقى التأمين متناهي الصغر هو بيهدف إلى إيه؟ إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة في المجتمع، وحماية أو حماية أفراد المجتمع ذو الدخل الإيه؟ ذو الدخل المحدود. يبقى هنا دي أهو اللي هو التأمين متناهي الصغر، إن هو بيكون للطبقة الفقيرة وبيعمل حماية لأفراد المجتمع ذو الدخل المحدود. لو احنا فاكرين احنا خدنا كام نوع لغاية دلوقتي، قلنا ان احنا خدنا 4 انواع، اللي هي اول نوع اللي هي وثيقة التأمين على الحياة العادية، والتانية قلنا ان هي وثيقة التأمين على الحياة الجماعي، وتالت حاجة اللي هي وثيقة التأمين على وثيقة التأمين الشعبي، ورابع نوع اللي هي وثيقة أو التأمين على متناهي الصغر. وقلنا إن التأمين متناهي الصغر بيكون على بتخص الطبقة الفقيرة، بتخص الطبقة الإيه؟ الفقيرة. وقلنا إن التأمين على الحياة الجماعي بيخص مجموعة من الأشخاص لازم تربطهم علاقة إيه؟ علاقة عمل. ده كان احنا قلنا ان كم نوع من انواع بيع التأمين، قلنا ان هم 5. طب احنا قلنا 4، طب النوع الخامس اللي هو الايه؟ التكافل الاجتماعي، او التكافل ايه اللي هي التأمين التكافلي. طيب لو قبل ما ناخد التأمين التكافلي ممكن يجي في متناهي الصغر ده، احنا قلنا ان هو ممكن يجي صح وخطأ، ممكن يجي اكمل، ممكن يجي المصطلح التأميني، ان انت تكتب لي المصطلح التأميني يديك المعنى ويقول لك هو ده يخص ايه، يخص هل يخص التأمين التكافلي ولا التأمين الجماعي ولا العادي ولا الشعبي. طب لو احنا شفنا مع بعض اهو، اكتب المصطلح التأميني يشبه التأمين الشعبي، هو بيشبه التأمين الشعبي حيث يتعلق بالتأمين على حياة الطبقة الفقيرة في المجتمع، كما يصلح للمجتمعات ذات الدخل المحدود. ده هيكون ايه؟ اللي هو متناهي الصغر، هو شبه يشبه التأمين الشعبي، وان هو بيتعلق زي ما احنا اتفقنا ان هو متناهي الصغر، ان هو بيطبق على حياة الطبقة الايه؟ الطبقة الفقيرة. ممكن يجي اكمل، تعتبر نقط من اهم اسواق متناهية الصغر في امريكا اللاتينية. هي ايه الاسواق؟ السوق اللي هو من اهم اسواق متناهية الصغر هو السوق اللي هو كولومبيا، اللي هو كولومبيا ده من اهم اسواق متناهية الصغر في امريكا الايه؟ اللاتينية. ممكن يجي اكمل برضه، متناهية الصغر ده فيها كذا كذا طريقة من أو شكل من أشاك شكل شكل من الأسئلة اللي هي ممكن تجي لك، ممكن تيجي صح وغلط، ممكن تيجي أكمل، ممكن تيجي مصطلح تأميني. هنا بيقولك أكمل، يهدف التأمين نقط إلى إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة. هنا الطبقة الفقيرة، أول ما بشوف هنا الطبقة الفقيرة دي يبقى هنا التأمين متناهي لإيه؟ متناهي الصغر. يبقى هنا اهو، يبقى هنا ده متناهي الصغر، ان هو بيهدف التأمين متناهي الصغر الى إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة في المجتمع او حماية افراد المجتمع ذو الدخول الايه؟ المحدود، يعني الدخل بتاعه ايه؟ محدود. الخامس نوع من اللي هو تحديد مبلغ او انواع وطرق التأمين على الحياة اللي هو التأمين التكافلي، وفيه يتكافل كل من المؤمن لهم مع بعضهم البعض إلى جانب تكافل شركة التأمين إيه معهم. وطبعا التأمين التكافلي ده في الترم الثاني إن شاء الله هنتكلم عليه باستفاضة. ممكن يجي في الجزئية دي أكمل العبارات أو العبارة الآتية، التأمين التكافلي فيه يتكافل كل من إيه؟ ما احنا لسه قايلين اللي هو المؤمن عليهم مع بعضهم لبعض إلى جانب تكافل شركة التأمين إيه معه. كده لو احنا فاكرين احنا خدنا بقية الحلقة اللي فاتت، أو كنا بنتكلم عن الوحدة الأولى اللي هي أساسيات التأمين على الأطفال، اتكلمنا على اللي هو أخطار الحياة وأنواع الوثائق التأمين، واتكلمنا على طرق بيع التأمين،
وازاي ان انا احدد طريقة بيع وطريقة شراء او احدد مبلغ التأمين. هنيجي بقى نتكلم عن الوحدة التانية اللي هو ايه، اللي هي الشروط العامة. طب انا عندي الشروط العامة لوثائق التأمين على الحياة. الشروط العامة لوثائق التأمين على الحياة هما كام؟ هما ستة، هما ست شروط. اول حاجة من الشروط اللي هي مهلة السداد. مهلة السداد، هل انا بدي مهلة لسداد الاقساط؟ اه طبعا، شركة التأمين بتدي مهلة لسداد. لو انا اتأخرت على سداد الاقساط بيبقى فيه مهلة، مهلة في الاسواق المصرية ومهلة للاسواق الامريكية. طبعا هنا المهلة في الاسواق المصرية بتكون مدتها 30 يوم، اما في الاسواق اللي هي الامريكية بتدي مهلة 31 يوم. طيب هنا اول حاجة من الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة، اول حاجة اللي هي مهلة الايه؟ مهلة السداد. طب تاني حاجة اللي هي اعادة السريان. تالت حاجة شرط النزاع. رابع حاجة اللي هو الانتحار، شرط او الانتحار، شرط الانتحار. خامس حاجة اللي هو العقد النهائي. وسادس حاجة اللي هو شرط خطأ في السن، شرط خطأ في الايه؟ في السن. يبقى انا عندي ست شروط او الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة. طيب هنيجي نعملها على مع بعض على الشاشة. هناخد اول حاجة من الشروط العامة اللي هي مهلة الايه؟ مهلة السداد. هنا مهلة السداد بتمنح الشركة مهلة لسداد الأقساط فيما عدا القسط الأول اللي هي قدرها 30 يوم من تاريخ الاستحقاق، بينما تزيد هذه المهلة يوم واحد لتصبح 31 يوم في وثائق التأمين الإيه؟ الأمريكية. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا اهو، ان مهلة السداد انا بدي مهلة السداد في الأسواق المصرية او في مصر، الأسواق المصرية او الوثائق المصرية مهلة السداد بتكون 30 يوم، بزود يوم تاني علشان دي في مهلة السداد في الوثائق الأمريكية بيكون 31 يوم. طب هل هنا مهلة السداد بتنطبق على القسط الأولاني؟ لا طبعا، أنا القسط الأولاني لما باجي أقدم على وثيقة التأمين أو بعمل طلب تأمين وأبدأ يكتب لي الوثيقة، فأنا بدفع على طول اللي هو القسط الأولاني، فطبعا انا كده مش باخد ايه؟ مهلة سداد في القسط الاولين. اما انا باخده فين؟ ممكن في التاني التالت على حسب ما موجود. فانت بتاخد مهلة سداد، هل ينفع زي ما احنا اتكلمنا، هل ينفع ان انا اخد مهلة السداد من القسط الاولاني؟ لا طبعا ما ينفعش، ممكن من الاقساط التانية، اما القسط الاولاني لا. واتفقنا ان مهلة السداد في الوثائق المصرية، شطار انا سامعاكم بتقولوا لي 30 يوم، اما في الوثائق الامريكية بتكون كام؟ بتكون 31 يوم. طب هنا اهو لو احنا شفنا مع بعض السؤال ده ممكن يجي فيه ايه، او الجزئية اللي احنا فيها دي ممكن يجي فيها ايه؟ هنا تمنح وثائق التأمين الامريكية مهلة قدرها 30 يوم لسداد الاقساط، هل الامريكية مدة السداد 30 يوم؟ شطار انا سامعاكم بتقولولي لا، انت الوثائق التأمين الامريكية بتكون 31 يوم. طيب ممكن يجي اكمل في الجزئية دي بتاعت مهلة السداد، تنص وثائق التأمين على الحياة المصرية على اقساط التأمين واجبة السداد، وتمنح مهلة سداد قدرها في المصرية قدرها كام؟ شطار سامعيكم بتقولوا لي كام؟ 30 يوم، بينما تزيد المهلة لتصبح 31 يوم في التأمين الايه؟ الأمريكية، وثائق التأمين الأمريكية. شطار، يبقى هنا في المصرية بتكون 30 يوم، أما في وثيقة التأمين الأمريكية 31 يوم. الشرط التاني من الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة اللي هي إعادة سريان الوثيقة. هنا إعادة سريان الوثيقة بيقولك إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الأقساط، يعني هنا لو المؤمن عليه توقف عن سداد الأقساط المستحق، يعطي المؤمن عليه فرصة إعادة سريان الوثيقة
بشرط ألا يزيد التوقف عن دفع الأكسيد عن مدة معينة طبقا لقواعد الاكتتاب لكل شركة من الشركات. يبقى هنا إعادة سريان الوثيقة. طبعا إعادة سريان الوثيقة إن الوثيقة دي بتقف وقت ما حضرتك أو المؤمن عليه يقف عن السداد. طب أنا وقف عن السداد خلاص ما بيسددش، طب أنا كده ما بيسددش، فأنا عاوز إن أنا أرجع للوثيقة تاني، فهو يبدأ إن هو يدفع أو يسدد الأكسيد. بس هنا التوقف عن دفع الأكسيد أو التوقف عن دفع الأكسيد بيكون مدة معينة ومحددة في الشروط أو في الوثيقة عنده. طب لو هو تعدى الوقت المحدد في الوثيقة إن هو وقف، ما يقدرش إن هو نعمل إعادة سريان الوثيقة. يعني أنتوا فاهمين يعني إيه إعادة سريان الوثيقة؟ إن الوثيقة دي وقفت خلاص، شركة التأمين مش مسؤولة عن الشخص لو حصل له أي خسارة أو أي أو حصل له وفاة أو عجز، كده شركة التأمين مش هتعوضه. ليه؟ لأن هو توقف عن سداد الأكسات. طب لو أنا عاوز إن أنا أرجع الوثيقة تاني في مدة معينة بتكون محددة في جدول الوثيقة، هنا بيحدد مثلا إن هو يتوقف، لو توقف مثلا إن هو دفع قسطين من حقه إن هو يعمل إعادة سريان الوثيقة ويرجع للوثيقة. ممكن يقول لك لا، بعد مثلا 3 أقساط ما دفعش 3 أقساط أو 4، هنا ممكن تقف الوثيقة وما ينفعش إن أنا أعمل إعادة سريان الإيه الوثيقة، على حسب الشروط الموجودة في الوثيقة. طب تاني حاجة من إعادة سريان الوثيقة لو احنا شفنا مع بعض، بيقولك يشترط في هذه الحالة ألا يكون المؤمن عليه قد قام بتصفية الوثيقة، ما ينفعش ان هو يصفيها، وان يكون قد اختار شرط عدم سقوط الحق. يبقى هنا لازم من الشروط ان هو يختار في الوثيقة عدم سقوط الحق الذي يسمح للوثيقة بالايه بالاستمرار. يعني لازم ما بيجي يعمل في الوثيقة ان هو يختار شرط عدم سقوط الايه سقوط الحق. طب في إعادة سريان الوثيقة ممكن تيجي ايه؟ ممكن تيجي صح وخطأ. بيقولك ايه؟ ستوقف المؤمن له عن سداد الأكسات في مواعيدها بتنتهي الوثيقة فورا. احنا قلنا هنا كده الوثيقة بتنتهي فورا، لا هنا خطأ، هي ما بتنتهيش فورا، انا بعطي له مهلة ايه؟ مهلة سداد. الشرط الثالث اللي هو شرط عدم النزاع، وهنا شرط عدم النزاع ان لا يجوز للمؤمن عمل اي نزاع او جدال لالغاء الوثيقه او ايقاف سريانها اذا كانت قد استمرت ساريه لمده معينه، اللي هي لو مده كام، لو هي مده سنه او سنتين مثلا، لو هي استمرت ساريه لمده سنه او سنتين لا يجوز للمؤمن عليه اي نزاع او جدال لالغاء الوثيقه. معنى ذلك انه لا يجوز او انه يجوز للمؤمن فقط المنازعه او مطالبه بالغاء الوثيقه اذا تبين انه ادل المؤمن عليه ببيانات خاطئه او اخفى بيانات ايه معينه. ان هو شرط الخطا في السن، رابع حاجه شرط خطا في السن ان هو اخطا في السن لا يلغي وجود خطا في السن لا يلغي الوثيقه، ولكن يتم تعديلها بمبلغ الايه التامين مع ثبات القسط. وبيعتبر التأمين باطلا إذا ثبت أن السن الحقيقي عند بلوغ التأمين كانت تجاوز الحد الإيه الأقصى للسن. ده كان رابع إيه رابع شرط من الشروط العامة. ممكن يجي في صح وخطأ، الخطأ في السن يوجب إلغاء وثيقة التأمين على الحياة التأمين. يبقى هنا الخطأ في السن يوجب إلغاء وثيقة التأمين على الحياة الجماعي، هنا الخطأ اللي هو يجوز التسوية أو يجوز التسوية. طبعا هنا احنا اتكلمنا على الشروط العامة للتأمين على الحياة وقلنا ان هما 6. طبعا احنا كده ما كملناش مع بعض الستة، احنا خدنا الأربعة. في الحلقة الجاية ان شاء الله هنكمل مع بعض الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة، وأتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.